عليكم حبيبتي احبائي، نتمنى كل الخير. عندنا مره اخرى بالفيديو جديد بكوزين ام سجود. اليوم راح نديرو عشا العصفور. هذا الكاطو كيما تعرفوا، ولكن هذا الكاطو اسم فقط مختلف في البنة في الشكل. حنوريكم تقنية جديدة وكذلك ديكور آخر. باش نديرو عشا العصفور نحتاجو إلى 125 غرام زبدة بيضاء، نص كاس نشا أو مالزينة، كاس سكر دراس، كاس زيت، حبة بيض، باكي فانيليا، جوج معالق دار كاكاو، ومغرف صغيرة خميرة. وجبنا المغرف خميرة كثيرة. نبداو على بعض كيف نخدم السكر والزيت والزبدة حتى تجاوب في المقادير مع بعضها. نزيد طبعا السكر بعد ما دوبت السكر تاعي حطيت البيض طبعا لافاني النشا اللي هو مزينة مسكر جوج مغارف كاكاو مر. هذا الكاكاو راهو مر ماهوش حلو. ديرو جوج مغارف كبار كاكاو طبعا هي طاط شكلها قصر لي عادي. دوكا نخلي الجنس القديم بس كريمة طبعا وخميرة ويرق الأخضر عشان تحطو على طاس خالي. نضيفكم مغرفة الخميرة حلوة تعجبها هي جدو قصيرة ومكوناتها موجودة في جميع البيوت. طبعا انا نعطيكم الطريقة كيفاش تخدمو، ما تقدوش الطريقة زعما نقول انا ما عنديش هذه ما عنديش هذه، لا فقط نعطيكم الفكرة. ابخي نتوما اللي تتسنو تنوعو في قد ما كان حلوة تعجبها، ما فقط الفكرة نتاع
نتمنى انها تعجبكم وتجربوها. طريقة الكعكة يعني حلوة، كل واحد كل سيدة واش تحب، كل واحد انت واش متوفر كذلك. ماجينا ما تجيش قاسحة بزاف وما تجيش طريه بزاف، تجي مليحة مكلفة. طبعا منقدرش نعطيكم مقادير مختلفة، لأن كل واحد مختلفة ساعة كاين مختلفة شهر كاين مشهرش. نقول لهذا ما نعرفش الكونتيان العجينة تكون ماشي طابخة ماشي طابخة مليحة. أنا نتمنى نبدل العجينة تاعي ما تعجبكمش. المحطة ونكمل بعد نجيبو كما قلت لكم في النص. انا استعملت القاعدة تاع الملعقة بالغطاء ما جانيش مليح، ونضغط غير في النص كما هكا. انا نكمل تشكيل الحلوة تاعي ونحطها في الطيب على درجة حرارة 180 درجة كما صابلي عادي، ونرجعو لكم نشوفو الشكل النهائي تاع هاد الأعشاش. هاوليكم عشر عصفور تاعي راهو مجدد، شوفوا كيما كيفاش يجي. انا من فوق درت له رشه تاع سكر غلاس، هذه حاجه اختياريه. حبيت نقولكم ملاحظه اني لي بيسكوي خديهم يبردوا تماما وكتزهم نزهم غير بالعقل، راهم خفاف بزاف. وتاني لي شعر البنات او لحيه بابا ما تحطوش هو دافئ او سخون، لانه كما تعرفوا راهو السكر راح يذوب ويتحرق، ضروري جدا انو تخليهم يبرد تماما. انا اضطريت انو نحطو دركا، خليتهم ما تفاو وحطيتو، ولكن تحرق لي عاود حطيت فوقو. لهذا باش تحطو لي باغ بابا لي حبيتو ديرو نفس التقنية تاعي، خليهم يبردو تماما، يعني يبردو حتى الغدوة ولا حتى عشية العيد ولا صبحة العيد زينوهم ماشي مشكل. المهم صدقوني راهو حاجه جديده وباهيه وتحفه. نحاول نصوره لكم من فوق باش تشوفوه مليح. انا هام عش العصفور تاعي، حبات الدراجي في بلاصه البيض، لا عندكم الشيكولا بلا فوم بيض حطوا له. التزيين نتوما واش حبيتو، انا نقول لكم صدقوني راهو مليح وخفيف، وما كنتش نتصور انه يخرج لي بهذا النتيجه. انا نقول لكم صحه فطوركم، وفي فيديو اخر ان شاء الله. سلام.